بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى بنا البحث في العام الماضي إلى هذا الباب، وهو عطية المريض. وبعض الفقهاء يقول تصرفات المريض، والمراد بالمريض هنا مرض الموت، المراد به المريض بمرض الموت. لا كل مرض، الأمراض كثيرة، ولكن هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مرض معتاد غير خطير، مرض غير خطير كالصداع مثلا، ووجع الضرس، والحمى اليسيرة ما أشبه ذلك، فهذا المرض لا يمنع تصرفات المريض لأنه مثل الصحيح، تصرفاته كتصرفات الصحيح. النوع الثاني مرض مخوف، يسمونه المرض المخوف، مرض الذي يخاف منه الموت، كأن يكون هذا المرض معروفا بأنه خطير، أو حالة المريض بلغت إلى حد توقع منه الموت. فهذا النوع من المرض يمنع تصرفات المريض، لأن في تصرفاته في هذه الحالة إضراراً بغرمائه إذا كان عليه ديون، وإضراراً بورثته، فيمنع من التصرفات في ماله إلا في حدود الثلث، في حدود الثلث الذي أذن له به النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث فأقل، ما زاد على ذلك فإنه يمنع من التصرف، ويسمى هذا بالحجر، حجر عليه لأجل حظ غيره من الغرماء أو من الورثة. وقد جاء في الحديث: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان ولفلان. هذا دليل على أن من وصلت حالته إلى حالة الخطورة أنه لا صحة لتصرفاته، كالتبرع، إذا تبرع لأحد أو أعطى أحدا شيئا من ماله إنه لا ينفذ، لا تنفذ عطيته. لما أحس بالموت صار يعطي من ماله ويتبرع ويعترف بأن عليه لفلان كذا ويقر، كل هذا لا ينفذ،
لأنه في هذه الحالة ليس له تصرف في ماله إلا في حدود الثلث، فإن الشارع أذن له بحدود ثلث يوصي به في سبل الخير والبر الذي يصل إليه بعد وفاته. نعم. مسألة: تبرعات المريض مرض الموت المخوف. لاحظوا هذا، مرض الموت المخوف، يعني لا كل مرض، المرض اللي ما هو مخوف وله مرض الموت هذا مثل الصحيح، كالأمراض المعتادة واليسيرة. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض. ومن هو في الخوف يعني في حالة خطرة له صحيح، ما في مرض، لكن هو في موقع خطر، كان يكون في المعركة، معركة القتال، أو بين الصفين، أو في مكان خطر، في موقف خطر، هذا مثل المريض، مثل مريض مرض الموت. نعم. لا تنفذ تبرعاته ولو كان صحيحا في جسمه. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند التحام الحرب. نعم. ومن قدم ليقتل إنسان قدم للقتل وجرد السيف على رقبته له صحيح، ما يجوز ليتبرع في هذه الحالة ولو كان سليم الجسم معافى، لأن حالته هذه حالة الموت. نعم. فهو مثل المريض المرض المخوف. نعم. وراكب البحر عند هيجانه، راكب في السفينة أو في الماء أو في الباخرة حصل فيها عطب وهيجان من البحر، إما عطب في السفينة أو هيجان بالأمواج، هيجان البحر صارت تتكفأ وأوشكت على الغرق، ثم راح واحد من الركاب يتبرع بأموال له، يقول هذا غير صحيح، لأن حالتك هذه حالة خطر وأنت متهم فيها. أو طلق زوجته في هذه الحالة، إذا طلق زوجته في مرض الموت المخوف أو في حالة الخطر، الطلاق يقع لكن لا يمنع ذلك من الميراث، لأنه متهم بقصد حرمانها، فطلاقه يقع ما دام عقله موجودا، يقع طلاقه، ولكن زوجته ترث منه لأنه متهم بقصد حرمانها. وإلا لماذا يطلقها في هذه الحالة؟ هذه الحالة ما هي وقت الطلاق. نعم. ومن وقع الطاعون من بلده إذا اتصل بهم الموت. كذلك من كان في بلد وقع فيه الوباء والموت، طاعون أو الأمراض المميتة، ثم صار يتبرع ويعطي، نقول لا، ممنوع هذا، أنت الآن في موقف خطر، فتبرعاتك هذه غير صحيحة لأنها تضر بورثتك وبغرمائك وأنت متهم فيها. نعم. حكم وصيته في ستة أحكام. نعم. والمرض المخوف كالبرسام. برسام. كالبرسام وذات الجنب. البرسام داء يصيب الدماغ، يزول معه التفكير. البرسام داء يصيب دماغ الإنسان فيزول معه العقل والتفكير، ولذلك الناس إذا انتقدوا تصرفات شخص قالوا هذا مبرسم، يعني مصاب بالبرسام. وذات الجنب مرض المعروف، الجنب يسمونها العوام الجنب، وكان الناس يستعملون الكيلة
يكون الأضلاع وينجح بإذن الله، كثيرا ما ينجح، لأنهم يقولون إن الرئة تلتصق بالجنب، فإذا كوي فإن ذلك ينفع بإذن الله، أو أن الأضلاع يحصل فيها خلل تنفس فإذا كوي التحم، هذا معروف عندهم، مصاب بالجنب، مرض الجنب. نعم. كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم. النزيف، الرعاف الدائم يعني نزيف الأنف، إذا صار الأنف ينزف دائما. أما الرعاف المعتاد لا حكم له، الرعاف المعتاد لا حكم له، لكن الرعاف الذي يستمر هذا خطير، فإذا أصاب شخصا فإنه في حكم المرض المخوف، فلا ينفذ تبرعه وعطاياه لئلا يضر بورثته. نعم. والقيام المتدارك. القيام المتدارك الذي هو الإسهال، القيام المتدارك يعني الإسهال، إذا أصيب الإنسان بإسهال مستمر فهذا مرض خطير. أما الإسهال غير المتدارك هذا عادي، الإنسان يمكن يصاب بإسهال بعض الأحيان، إما أنه يتناول طعام متسمم أو غير ذلك فيصاب بإسهال عارض، هذا لا محذور منه. أما الإسهال الذي يستمر فهذا خطير. نعم. والفالج في ابتدائه. الفالج اللي هو الجلطة، الجلطة اللي تصيب الدماغ أو القلب فيتخدر الجسم أو الجنب أو الرجلين ألا يتحرك، هذا يسمونه الفالج، والآن يسمى بالجلطة والله أعلم. فإذا أصيب الإنسان بهذا في الابتداء هذا خطير في الابتداء، لكن إذا عاش يومين ثلاثة زال الخطر، حتى الأطباء يقولون هذا، يقولون إذا أصيب بالجلطة ففي أول أمره خطير، لكن إذا مرت عليه فترة ولم يمت فإنه يكون زال الخطر بإذن الله. نعم. هذا معنى قوله في ابتدائي، ابتداء الفالج يعني. نعم. والسل في انتهائه. والسل، مرض السل المعروف، مرض يصيب الرئة وتنسحب صحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت. في بداية سهل، في بداية سهل، لكن في أواخره يكون خطير، ولهذا قال في انتهائي. الفالج في ابتدائه والسل في انتهائه، يعني في آخر مراحله. والآن والحمد لله ظهر علاج للسل، خفت وطأته بإذن الله. نعم. وإلا كان معروف عند الناس بأنه خطير. نعم. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف. إذا قرر طبيبان عدلان، يعني موصوفان بالعدالة، أن هذا المرض مخوف فإنه يعتبر مخوفا، فلا تنفذ تصرفات المريض. أما إذا ما قرر إلا واحد لا يعتبر، لأن هذه شهادة. أو قرر طبيبان لكن ليس عدلين، يعني كان كافرين أو مسلمين فاسقين، لا يعتبر تقريرهما، لأن هذه شهادة اشترط فيها ما يشترط للشهادة. نعم. وكذلك من هو في الخوف فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام. كذلك من هو في حالة الخوف في مداهمة عدو، العدو مداهم من البلاد ويتوقع منه الهجوم المباغت، خصوصا والعياذ بالله في هذا الزمان في الأسلحة الفتاكة التي تأتي على الكثير
من أهل البلد، هذه حالة خوف، فلا تنفذ تصرفات الإنسان في هذه الحالة. أو كان مطلوباً للعدو، العدو يلاحقه، العدو يلاحقه، أو سبع يلاحقه، فهي حالة خطر، فيها أثناء خوفه تبرع لأحد أو أقر لأحد بمال أو طلق زوجته، فإن هذه التصرفات لا تنفذ لأنه متهم فيها. نعم. فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام. عطاؤهم مثل الوصية، يعني يصح في الثلث فأقل، الثلث فأقل. نعم. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث. الوصية لها ستة شروط. الشرط الأول أن تكون لأجنبي، فلا تصح الوصية للوارث، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأجمع العلماء على ذلك، أجمعوا على أن الوصية للوارث لا تجوز، لأن هذا فيه إجحاف بالوردة واحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. الله أعطاه ميراثه، لا يجوز لك الزوجة على الورثة تعطيه توصيله وصية، لأن هذا احتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. كل وارث يكفيه نصيبه الذي قدره الله له، فيشترط أن تكون الوصية لغير وارث، هذا واحد. ما الوصية لوارث لا تجوز. الشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل، تكون في حدود الثلث فأقل، فإن زادت على الثلث لم تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. بل إنه يستحب أنه ينقص الوصية عن الثلث، تكون بالخمس أو بالسدس أو بالعشر، لكن كان ولا بد فآخر الحد الأعلى هو الثلث، الحد الأعلى هو الثلث، فإن زادت على الثلث فإن الزيادة لا تصح، ولو كانت لأجنبي لا تصح، لأن هذا يضر بالورثة. نعم. أنها لا تجوز لأجنبي زيادة على الثلث. نعم. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو أجازوها بزيادة على الثلث للأجنبي جاز، لأن الحق لهم. فإذا أجازوا الوصية للوارث أو بزيادة على الثلث للأجنبي جاز ذلك. نعم. لما روى عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولا شديدا، رواه مسلم. هذا أعتق ما يملك وهو ستة عبيد عند موته، ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم إلى ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فخرجت القرعة على اثنين منهم، فنفذ الوصية فيهم وأبطلها في الثلثين. فدل هذا على أن وصية الميت لا تصح إلا بالثلث، ولو أوصى بأكثر من الثلث فإن القاضي يبطل ما زاد على الثلث، إلا إذا أجازها الورثة. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنه لي، إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتبرع بكل مالي بالثلثين إلى أن قال بالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير،
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت المريض، يعني لأنه في حالة المرض المخوف كحالة الموت، يعني في من فيه النزع كحالة من فيه النزع والسياق. نعم، لأنه مظنة الموت ومظنة الشيء تنزل منزلته في الحكم. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع بالخبر. نعم. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع بالخبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقرع بينهم جزاءهم ثلاثا، ثلثين أحرار ثلثين عبيد رقة وثلث حر، ثلث حر معتق، فأخرج صلى الله عليه وسلم هذا الثلث بالقرعة. نعم. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة في الخبر. نعم، القرعة حل شرعي في المشتبهات، القرعة حل شرعي في المشتبهات، وقد جاء استعمال القرعة في القرآن الكريم في قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين، يعني أقرع أهل السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فألقي في البحر، القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا بالقرعة. وكذلك في قوله تعالى في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة، يعني يقترعون على كفالة مريم لما كانت طفلة توفي أبوها وتنازعوا في كفالتها لأنها ابنة شيخهم وإمامهم، تنازعوا في كفالتها استعملوا القرعة: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني كيف تخبر عن ناس ما حضرتهم؟ هذا دليل على أن هذا من علم الغيب الذي أطلعك الله عليه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء متقدم لم يحضره ولم يشهده ولا قرأه، وإنما هذا بإلقاء الله سبحانه وتعالى إليه. هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الشاهد من الآية أن فيها استعمال القرعة، هذا من القرآن ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة سافر بها. وفي قصة هذا الرجل الذي أعتق ستة أعبد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. نعم. وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة فيصار إليها للخبر. نعم. الرابع أنه يعتبر خروجها، أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه أعتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. العبرة خروج الثلث حال الموت، حال الموت يعني ثلث المال الموجود حال الموت، لا ثلث المال الموجود حين الوصية، قد تكون الوصية متقدمة بزمان والمال كثير ثم ينقص عند الموت، الوصية بحسب ما يوجد عند الموت، أو بالعكس كان المال قليلا حين الوصية ولكنه كثر وتنامى عند الموت، فتخرج الوصية من الموجود حال الموت، العبرة بحال الموت، العبرة بالمال الذي يكون موجوداً
حال الموت هو الذي تخرج منه الوصية، قليلا كان أو كثيرا. نعم. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبينا أنه أعتق كله حين إعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت. مسألة. لو أوصى مثلا، لو قال هذه العمارة أو هذه الفلة هذه وصيتي بعد الموت، تكون وصية لي بعد الموت، فإننا عند الموت ننظر في مجموع ماله، فإن خرجت هذه العمارة أو هذه الوصية من الثلث أخرجناها، وإن كانت أكثر من الثلث لم نخرج منها إلا مقدار الثلث، والباقي يرد إلى الورث. العبرة بالثلث حال الموت. نعم. مسألة. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. إذا أوصى بوصية وكان عندها أموال حين الوصية، عندها أموال، لكن عند موته صار عليه ديون، علقته ديون، استغرقت التركة كلها، حينئذ نقول لا وصية له، وصيته لم يبقى لها محل، لأن الدين مقدم على الوصية. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، الدين مقدم، إذا استغرق المال كله فإنه لا وصية له، وإن أخذ بعض المال فالوصية بما بقي، بثلث ما بقي. إن أخذ الدين بعض المال فإن الوصية تكون فيما بقي من المال. نعم. لأن الدين يقدم على الوصية. وإن كانت الوصية مذكورة في القرآن قبل الدين، بعد وصية يوصي بها أو دين، الله قدم الوصية على الدين في الذكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية في التنفيذ، فدل على أن ذكرها قبل الدين هو من باب التأكيد فقط، لا من باب أنها أحق من الدين، إنما هو من باب التأكيد، لأن الورثة يتساهلون في الوصية لأنها تبرع، ولأن جانب الوصية ضعيف وجانب الدين قوي، يعني له من يطالب به، خلاف الوصية فليس لها من يطالب بها، فلذلك قدم الله ذكرها على الدين من أجل الاهتمام بها، لا من أجل أنها تقدم على الدين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للآية الكريمة. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. نعم، وهذا تفسير للآية الكريمة، وأن الدين يكون بالتنفيذ ينفذ قبل الوصية، وإنما ذكرها الله قبل الدين من باب الاهتمام بها لئلا يتساهل في شأنها. نعم. ولا يصح تبرعه به، لأنه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية. نعم. ولا يصح تبرعه به لأنه تبرع لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ولا يصح تبرعه به، يعني لا يصح تبرع من عليه دين، لا يصح تبرع من عليه دين يستغرق المال، لأنه لم يبقى للتبرع مكان، لو تبرع ولكن الدين يأخذ المال كله التبرع لا مكان له. نعم. لأنه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية، والدين المقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه. مسألة. نعم. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن
الاعتماد بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه في حالة الموت الموصي. موت الموصي. لأن وعدم خروجه منه في حالة موت الموصي لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها. نعم، لو أعطى واحد عطية أوصاله بوصية منجزة، وصية منجزة، ولكن الموصى له تكاسل ولم يقبض الوصية حتى مات الموصي، فإنه ليس له إلا قيمتها وقت الموت لا وقت الوصية، لأن العبرة في حالة الموت. أما لو قبضها وأخذها وقت الإيصاء انتهى الأمر، لكن تأخر إلى أن مات الموصي دخلت حينئذ في الوصية، فلا بد أن تكون تحت سقف الثلث فأقل. نعم. لا نعلم بذلك خلافا فينظر، فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة أو دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له، ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير معادلا لسائر المال، ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له. نعم. وإن كان حين الموت زائدا عن الثلث فللموصى له منه قدر الثلث، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه. نصف المال. فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، وإن كان ثلثيه فللموصى له نصفه. المهم أن العبرة بحالة الموت. نعم. فإن نقص الموصى به بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر التركة أو زاد، فليس للموصى له إلا ما خرج عن الثلث حال الموت لذلك. نعم. الخامس أن كونه وارثاً يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطاه أخاه أو العبرة بكونه وارث لا تصح الوصية له حالة الموت، فلو أوصى له وهو حال الوصية وارث ولكنه عند الموت صار غير وارث. مثلا شخص عنده مال وله أخ شقيق، له أخ شقيق فأوصى له بثلث ماله، الوصية في وقتها لا تصح لأن أخاه الشقيق يكون عاصبا، لكن عند الموت ولد له ولد، ولد للموصي ابن، ولا شك أن الابن يحجب الأخ الشقيق، فصار الأخ عند الموت غير وارث تصح الوصية له، وإن كانت حال الوصية لا تصح له لكن حال الموت صار غير وارث فتصح له. فالعبرة بكونه وارثا أو غير وارث حالة الموت. فرضنا أنه أوصى لأخيه الشقيق وله ابن، له ابن، ففي حال الوصية الأخ الشقيق غير وارث لأنه محجوب بالابن. قدر أنه قبل الموت مات الابن، توفي الميت وليس له ابن، صار الأخ الشقيق وارثا ولا لا؟ تبطل وصيته، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فالعبرة بكون الموصى له وارثا أو غير وارث حالة الموت لا حال الوصية. نعم. فلو أعطى أخاه أو أوصى له ولا له ولد أو ولد له ابن صحت العطية والوصية لأنه صار غير وارث. نعم. لأنه عند الموت صار غير وارث، ولو كان له ابن وقت العطية فمات الابن بطلت لأنه صار عند الموت وارثا، لأن الأخ صار عند الموت وارثا لموت الابن. نعم. الموت الذي يحجبه. لأن اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. نحن قلنا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث
إذا أجازوا ذلك صحت الوصية. متى تعتبر إجازتهم؟ هل هي عند الوصية ولا بعد الموت؟ لا، بعد الموت تعتبر إجازتهم، بعد الموت. أما إجازتهم قبل الموت لا تعتبر. لو قالوا له ما يخالف اكتب وصية لابنك أو لأخيك الوارث، احنا سامحين ما عندنا مانع، نقول ما سماحكم الآن ما يعتبر لأن ما لكم شيء الآن، إنما سماحهم يعتبر بعد موته إذا صار لهم شيء. أما سماحهم قبل يصير لهم إرث وغير معتبر. فإجازة الورثة إنما تعتبر وتصح بعد موت المورث لا قبل ذلك، لأنهم قبل موته ليس لهم شيء يسمحون به. نعم. أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، وما قبل ذلك لا عبرة به، لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه، كما لو أسقط الشفعة قبل البيع. كما لو أسقط الشفعة قبل البيع، شريك في عقار أراد يبيع نصيبه، قال له شريكه ما يخالف أنا ما نمشفع بع ولا نمشفع، ثم بعدما باع طالب بالشفعة، نقول نعم لك الشفعة، يقول أنت أسقطها قبل، قلنا أسقطها قبل تصح له الشفعة، لأنه قبل البيع ما له شفعة، لكن بعد ما بيع السهم صار له شفعة، صار يعتبر إسقاطه أو مطالبته. نعم. وكما لو أسقطت المرأة، لكن لو قال الشفيع بعد البيع أنا مسقطنا الشفعة سقط، لأنه أسقطها بعد ما صارت له، أما إسقاطها قبل البيع فلا يعتبر. نعم. وكما لو أسقطت المرأة نفقتها قبل التزويج. نعم، لو قالت المرأة أنا أتزوج فلان ولا أطالبه بنفقة، أعفيه من النفقة، ثم تزوجها ولما تزوجها طالبت بالنفقة، قال أنت مسقطتها قبل تزوج، نقول لا، الإسقاط قبل ما نقيمه، لأن النفقة إنما تجب بالعقد، نفقة المرأة إنما تجب بعقد النكاح وتسلم الزوج لامرأته، فإذا أسقطتها قبل العقد فهو إسقاط في غير محله ولا له اعتبار. نعم. مسألة، وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، أحدها العطية هي التبرع في حال الصحة، هذه العطية تبرع في حال الصحة، والوصية هي التبرع بعد الوفاة، فالتبرع بعد الوفاة يسمى وصية، والتبرع في حالة الحياة يسمى عطية، وبينهما فروق، بين العطية والوصية فروق كثيرة. نعم. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، العطية تنفذ من حين صدورها من المعطي، من حين صدورها من المعطي، أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت، فلو أوصى بوصية ولا مات إلا عقب 50 سنة لم تنفذ وصيته إلا بعد الموت، خلاف العطية فإنها تنفذ على الفور من حين صدورها منه. نعم، هذا واحد. فلو أعتق عبداً أو أعطاه إنساناً صار المعتق حراً وملكه المعطى وكسبه له، يعني إن خرج من الثلث عند الموت فكسبه له إن كان معتقاً، وللموهوب له إن كان موهوباً، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبداً لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده، عتق نصفه ونصف كسبه وله نصفه ونصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه، وذلك مثل ما أعتق منه، ولا يمكن أن يرق منه ثلثاه، لأنه لو رق ثلثاه تبعه ثلثا الكسب فيصير من مال الميت ينتقل إلى الورثة، فيجب
أن يحتسب على الورثة ويعتق من العبد بقدره، ولا يحتسب على العبد بما حصل له من الكسب، لأنه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد. المهم في هذا أنه إذا أعتق العبد منجزا هذه عطية، يعني أعطاه الحرية، وهب له نفسه وأعطاه حريته، فينفذ من حين العطية. أما إذا قال إذا مت فعبدي حر، فهذا يسمى بالمدبر، حكمه حكم الوصية. فما زال المعتق حيا فإن هذا العبد يكون رقيقا، لأن عتقه معلق بالموت، والشيء لا يحصل قبل حصول المعلق عليه، فيكون في حال حياة سيده يكون عبدا، وإنما يعتق بعد وفاة سيده. هذا إذا علق عتقه بالموت يكون حكمه حكم الوصية. أما إذا لم يعلقه بالموت وإنما اعتقه منجزا، يعني قال عبدي حر ولم يقل بعد موتي، فإن العبد يعتق في الحال، في حال التلفظ. نعم. فيقال عتق من العبد شيء وله من كسبه مثله شيء آخر، بقي العبد والكسب للورثة إلا شيئين، ويجب أن يكون ذلك مثلا ما جاز فيه العتق. ويجب أن يكون ذلك مثل ما جاز فيه العتق، فيكون إذن شيئين، لأن العتق إنما جاز في شيء، فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان، شيء من عتقه. هذا مثال صعب وتطويل بلا فائدة. نعم. ثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها الشيء الأول مما تفارق فيه العطية الوصية، أن العطية تنفذ في الحال، في حال الإعطاء، وأما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. هذا الأول. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي. الثاني أن الوصية يعتبر قبولها من المعطى له أو ردها حال العطية، إما يقول قبلت أو يقول لا، ما أريدها، ما أريد العطية هذه ولا أقبلها، في حال العطية. أما الوصية لو أوصى له بشيء فلا يعتبر قبوله ولا رده إلا بعد الموت، يكون مؤجل إلى ما بعد الموت. فلو أوصى لزيد بالثلث أجنبي وقال مثلاً للموصالة أنا ما أريد هذه الوصية، نقول ما قبولك وعدم قبولك الآن ما له قيمة، إنما يعتبر قبولك وعدم قبولك بعد موت الموصي. ففي حياة الموصي لا ليس لرده ولا لقبوله اعتبار. فلو رفض الوصية في حال الحياة ثم قبلها في حال الموت، نقول نعم لك ذلك، ورفضك إياها في السابق ما له قيمة، ما له قيمة أبدا. نعم. قول عند وجودها كعطية الصحيح بخلاف الوصية، فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت، لأنها عطية بعد الموت. الثالث أنها تقع لازمة، لا يملك المعطى الثالث من الفروق بين العطية والوصية أن العطية تقع لازمة. فلو أعطى شخصا عطية وقبلها المعطى ثم قال لا هونت تنازلت ما لم أعطيك، يقول لا الآن لزمت، الآن لزمت مالك فيها رجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا لا يجوز ولا يصح تراجعك عن العطية، لأنها عقد لازم
حصل الإيجاب والقبول فلزمت. أما الوصية فللإنسان أنه يوصي ويتنازل، لك أنك توصي بالثلث، بالبيت، بالدار، بالسيارة، ثم تتنازل وتهون عن الوصية لك ذلك، لأن ما تلزم إلا بالموت، أما قبل الموت فإنها لا تلزم، فلك أن تعدل عنها وأن تبطل الوصية ما دمت على قيد الحياة. هذا فرق بين الوصية والعطية. العطية تلزم على الفور، وأما الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت، فللموصي أن يتراجع قبل الموت وينقض الوصية أو يزيد فيها أو ينقص، له ذلك. نعم نعم. ها؟ العطية أين؟ نعم. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. نعم. وإن كثرت، وإن كثرت، ولو أعطاه مليون أو مليونين وقال والله كثير يا جماعة، يقول لا خلاص لزمة الآن مالك فيها رجوع. لكن لو أوصى بمال كثير وأراد أنه يقلل، قال مثلا ثلث المال هذا يبي يطلع كثير، أنا وصيت بالثلث والثلث يبي يطلع كثير لأن عندي مال كثير، أبي أجعله السدس بدل الثلث، يقول لك هذا ما يخالف، يعني ما دام ما حصلت الوفاة فلك أن ترجع وأن تتنازل وأن تقلل الوصية وأن تكثرها، تتصرف. نعم نعم. وعد العطية. ها؟ وعد العطية. نعم. إذا وعد العطية. الوعد مجرد الوعد ما يلزم، مجرد الوعد ما يلزم. نعم. لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض أشبه هبة الصحيح بخلاف الوصية، فإن له الرجوع فيها متى شاء، لأنها عطية معلقة على شرط أشبهت الهبة المعلقة على شرط. نعم. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول، إذا وصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا، فلما جمعنا الوصايا وجدناها تستغرق الثلث، تزاحم، تزيد على الثلث، وجدناها تزيد على الثلث، فإنه يبدأ بالأول فالأول، يعني يعطى المصالح الأول، فإن بقي شيء يعطى المصالح الثاني، فإن بقي شيء يعطى المصالح الثالث، ومن انتهت الوصية قبل الوصول إليه فلا شيء له، لأنه لم يبقى له حق، ولأن الوصية له جاءت متأخرة بعدما استهلكت الوصية، لم يبقى لها محل، لم يبقى لوصيته محل. يبدأ بالأول فالأول في المصالحة إذا ضاقت الوصية، أما إذا اتسعت يعطى كل واحد ما أوصي له به. نعم. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. نعم. لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر. أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد. وأن العطية، العطية يسوى فيها بين الأول والآخر، يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. يعني يتحاصون، يدخل النقص على الجميع، يصير مثل العول في الفرائض. نعم. سواء كان فيها عتق أو لم يكن، لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. أعد العبارة. الرابع إيه؟ أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاقت العطية، يعني العطية
أنه بالعطية يبدأ بالأول فالأول، فإن بقي للأخير شيء يعطى من المال، وإلا قلنا المال ما بقي شيء أعطاه لمن قبله وأنت ما يبقى لك شيء، لأن عطيك جاءت متأخرة بعد ما راح المال. خلاف الوصية فإنه يسوى بين المتقدم والمتأخر فيها، لأن كلهم ما بدأ استحقاقهم إلا بعد الموت، بعد الموت فلا فضل للأسبقية فيها. نعم، الآن اتضح أن الوصية لا فضل للأسبقية فيها، لأن الجميع إنما يثبت استحقاقهم بعد الموت. بخلاف العطية فإن استحقاق المعطى يبدأ من حين العطية، فمن سبق يقدم على من بعده إذا نفد المال، أما إذا اتسع المال للعطايا كلها فتنفذ كلها. أعد العبارة. الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها، منها يعني العطية، إذا ضاق الثلث عن جميعها. أو بالثلث ضار المال، المال نعم، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة. نعم. فتساوت كلها، وعنه يقدم العتق لأنه مبني على السراية والتغليب، فكان آكد من غيره. فكان آكد من غيره. نعم. مسألة. وكذا الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة بما ذكرنا. نعم. كتاب الوصايا. كتاب الوصايا. وصايا جمع وصية، والوصية هي التبرع بعد الموت. الوصية هي التبرع بعد الموت، سميت وصية من وصى يصي إلى وصل. الوصي معناه الوصل، فمعناه أنه وصل ما بعد موته، وصل ما بعد موته بما قبل موته. الموصي وصل ما بعد وفاته بما قبل وفاته. الوصية على قسمين، قسم واجب قسم مستحب. الواجب هو الوصية بما له وما عليه من الحقوق، هذا واجب. إن الإنسان يوصي ويكتب ما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس لئلا تضيع الحقوق، لو مات وهما بين ضاعت الحقوق، فيجب عليه أن يوصي بذلك وأن يبينه. وهذا الذي ورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسي، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكتب وصيته عملا بهذا الحديث. فهذه وصية واجبة، لأنه لو تركها ضاعت الحقوق التي له على الناس، وضاعت الحقوق التي عليه للناس، فيتحملها يوم القيامة لأنه هو الذي ضيعها. أما النوع الثاني وهو التبرع بشيء من ماله بعد وفاته في سبيل البر، هذه مستحبة وليست واجبة، هذه مستحبة وليست واجبة، وإنما تستحب في حق من عنده مال كثير. الذي عنده مال كثير يستحب له أن يوصي بشيء منه في سبيل البر يستمر له بعد وفاته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
أما إذا كان ماله قليلاً فالأولى والأحسن إنه ما يوصي لأجل الإبقاء على ورثته، ينتفعون بماله. إذا كان ماله قليل وله ورثة فقراء فالأولى إنه ما يوصي من أجل أن لا يضيق على ورثته المحتاجين، وله الأجر في ذلك، ما ورثه من المال فيه أجر له. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا القسم الثاني من الوصية وهو المقصود هنا، المقصود هنا هو هذا، هو النوع الثاني المستحب. أما النوع الأول هذا واجب لأنه حفظ للحقوق لئلا تضيع. نعم. كتاب الوصايا، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به، هي التبرع به بعد الموت. نعم. فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا في الوصية الواجبة التي هي الوصية بما له أو ما عليه من الحقوق لئلا تضيع، لأنه لو لم يبينها ما اهتدى إليها الورثة فضاعت. نعم. وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه سعيد وأبو داود. فدل على أن الوصية لغير وارث أنها مشروعة، أن الوصية لغير وارث أنها مشروعة. رواه من؟ رواه سعيد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه كلام لأهل العلم في تضعيفه، ولكن أجمع أهل العلم على معناه، أجمعوا على أن الوارث لا تصح الوصية له. نعم. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الوصية المستحبة، هذا الوصية المستحبة، حديث سعد. نعم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا هو الأصل في استحباب الوصية بشيء من ماله بعد وفاته. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم: هل يوصي بماله كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فأذن له بالثلث ولكنه استكثره عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لو أوصى بأقل من الثلث يكون أحسن من أجل التوفير على الورثة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الوصية إذا كانت كثيرة أضرت بالورثة، أما إذا كانت قليلة فإنها تنفع الميت ولا تضر الورثة، تكون بالخمس، السدس، بالربع، هذا أحسن. نعم. يتكففون الناس يعني يطلبون من الناس بأكفهم. فدل على أن المال الذي يورثه الميت له فيه أجر، له فيه أجر، لأنه استغنى به ورثته عن الحاجة إلى الناس. نعم. متفق عليه. مسألة: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
إن ترك خيرا، الخير المراد به المال هنا، سماه الله خيرا، ترك خيرا أي مالا، كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، المراد بالخير هنا المال، سماه الله خيرا لما فيه من المصالح والمنافع. لا شك أن المال خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كانت الوصية التبرعية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقيت سنة لغير الوارث كما في حديث سعد. نعم. ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. كانت في الأول واجبة لأن كتب معناه فرض، ثم نسخ هذا وبقي الاستحباب بدليل حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به وأزكيك. نعم. وقوله نصيبا من مالك وهو الثلث. وفي الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم أو ما جاء بهذا المعنى، كل هذا يدل على استحباب الوصية بالثلث فأقل، لأن فيها نفع للميت بعد وفاته. نعم. طيب. الله أشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف رحمه الله تفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، هل المقصود هو العطية في حال المرض المكروه أي عطية المرض؟ لا، العطية في حال المرض المخوف لا تصح ولا تنفذ، المقصود العطية في حال الصحة، العطية النافلة التي هي في حال الصحة هي المقصودة، أما التي في حال المرض فإنها غير صحيحة ولا اعتبار لها. نعم. فهل يدل عليه قول المصنف في الشرط الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، وقال أيضا في الشرط الثالث أشبهت هبة الصحيح؟ هو المقصود عطية الصحيح، أما عطية المريض مرض المخوف هذه لا اعتبار لها وليست صحيحة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا أوصى له بوصية منجزة فتكاسل الموصى له حتى مات الموصي فإن الوصية تدخل في الثلث، السؤال هل للموصى له أن يقبض الوصية قبل موت الموصي؟ آمل البيان ورفع الإشكال. جزاكم. تكون عطية، إذا أعطاه عطية منجزة أو صال وصية منجزة تكون عطية، ما تكون وصية، تكون عطية وإن سميت وصية فهي وصية بمعنى العطية. نعم. من ورثته ثم مات الموصي ورضي الورثة الباقون بهذه الوصية فهل يجوز أم لا؟ يجوز، إذا رضوا ونفذوها جاز هذا، لأن المنع منها لحق الورثة، فإذا رضوا وأجازوها بعد الموت نفذت. نعم. وإن رفضوها نقضت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إذا أوصى شخص وصية بثلث ماله وبعد وفاته توفي الموصى له، فهل تصبح الوصية وقفا أم ترد للورثة؟ إذا أوصى لشخص أجنبي ثم مات هذا الشخص الأجنبي فهذا يتبع شرط الموصي، إذا قال بعد موته تكون لفلان أو لذريته يعمل بشرطه، وإن لم ينص على شيء بل قال لفلان ولم ينص من بعد على شيء فهذه يسمى بالوقف المنقطع أو الوصية المنقطعة، ترد على المحتاجين من ورثته، ترد على المحتاجين من ورثته، نعم، لأنهم أولى ببره، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع الطلاق في هذه المسألة إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق وهو في مرض مخوف؟ إذا طلبت هي الطلاق طلقها، الطلاق يقع على كل حال، لكن هل ترث أو لا ترث؟ إن كان هذا بطلبها فإنه يقع ولا ترث، وإن لم يكن بطلبها فإنه يقع وترث معاملة له بنقيض قصده. الطلاق يقع بكل حال، لكن إن كان بطلبها فإنها لا يقع ولا ميراث لها، لأنه غير متهم بقصد حرمانها. أما إن كان بغير طلبها فإن الطلاق يقع ولكن لا يمنعها من الميراث لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، ألا يكون يا فضيلة الشيخ من باب أولى قبول وصية المريض حال مرضه أو عند التقاء الجيوش؟ الوصية ما فيها إشكال أنه صحيح في حال مرضه المخوف والتحام الجيوش، الوصية ما هو بالكلام فيها، كلام في العطية تبرعات والإقرار للناس بأشياء، هذا الكلام. أما الوصية هي تصح ولو كان في مرض الموت المخوف أو في حال الغرغرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وقلنا قبلها إن الموصى له إذا لم يأخذ الوصية قبل موت الموصي فإنها تعتبر قيمتها في حالة الموت، فكيف الجمع بين هذين حفظكم الله؟ الكلام في القيمة أو في الملك، يعني أخذها لكن ما يملكها إلا بعد الموت، ولو أخذها قبل الموت صارت عنده فهو لا يملكها إلا بعد الموت، هذا المقصود، لا يملكها إلا بعد الموت ولو أخذها قبل الموت. نعم. وأيضا يا فضيلة الشيخ، إن المقصود بالإعطاء الأول فالأول في العطية، ولكن المؤلف رحمه الله يقول إذا ضاق الثلث عن جميعها لأنه استحق الثلث. الظاهر أن الطبعة فيها خطأ، هذا إذا ضاق المال ما هو بالثلث، لأن الثلث إنما هو في الوصية التي بعد، أما العطايا فلا تدخل في الثلث، تكون من أصل المال، العطايا في حال الصحة من أصل المال. نعم. نعم. المريض ما له عطية، المريض مرض الموت المخوف ما له عطية. نعم. ها؟ نعم. لو إيش؟ لو استغرقت المال. هي نعم، يجوز حتى لو استغرقت المال، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة وفي حال الصحة يتصرف في ماله كله وبعضه، يتصرف فيه كله ويتصرف في بعضه، ما يخالف ملكه. نعم. لكن ما ينبغي له أن يعطي ماله كله ويبقى فقيرا. نعم. فضيلة الشيخ، المريض المريض محجور عليه، ما يعطي شيء، ما له إلا الوصية فقط، ظهر لها حين ما تصورته ما هذا المريض مرض الموت المخوف محجور عليه، ما له تبرعات ولا عطية ولا شيء، لأن المال على وشك الانتقال إلى غيره فهو محجور عليه. نعم.
ما له عطية لا ثلث ولا إنما له الوصية فقط، الوصية بعد موته فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لشخص أن يعطي أحد ورثته عطية في حال حياته دون غيره من الورثة؟ وما هو الحد الضابط في هذا الأمر للعدل بين الورثة في حال الحياة؟ ما صاروا ورثة ما دام في حال الحياة، ما صاروا ورثة فله أن يعطي، لكن ما يعطي بعض أولاده ويترك بعض، الممنوع إعطاء بعض الأولاد ترك بعض، أما غير الأولاد هم ما صاروا ورثة له يعطيهم في حال الحياة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في الفاسق الذي لا تقبل شهادته وهو مسلم يؤدي الصلاة ويشهد بالشهادتين؟ الفاسق المسلم الفاسق أو المؤمن الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، هذا الفاسق، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أو القذف، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا هو الفاسق الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر، هذا يسمى المؤمن الفاسق أو المؤمن ناقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لي كيف تجمع كلمة عبد وهل لها جمعان؟ تجمع على عبيد وعباد، تجمع على عباد وعبيد وأعبد، عبيد وعباد وأعبد، هذا الذي أعرفه. نعم. يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد، وتقولها أربعة أعبد مثل ما جاء في الحديث، ستة أعبد. نعم. رجل لديه أربعة عمال ولا يعطيهم راتبهم الشهري، ثم توفي هذا الرجل، فهل يؤخذ من تركته شيء بدل رواتب العمال؟ هذه ديون تؤخذ من أصل التركة، رواتب العمال ديون في ذمته تؤخذ من أصل التركة لأنهم أصبحوا غرماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.